مرحبا حبايبي، وياكم علي محمد من قناة يونيك تيكس. خلي نفرض أنا عندي مايكروتيك سويتش مثلاً أو سي سي آر أو أي جهاز ما بي واي فاي، سويتش برج أو أي مكان، واضطريت أنه أريد أدخله من خلال الموبايل، ما جايب حاسبة ما جايب كل شيء، بس عندي مثلاً توفر لي يو اس بي كابل يو اس بي للموبايل، أوكي، فأريد أدخله من خلال اليو اس بي، تمام؟ والموبايل نقول نفرض ما يدعم الإيثرنت، أعرف أكو موبايلات تدعم الإيثرنت، كل الكلاوات أعرفها، بس أريد ندخل يو اس بي، تمام؟ كبداية راح نربط الموبايل بالمايكروتيك عن طريق اليو اس بي، راح نستخدم اليو اس بي تيثينك أو المشاركة الإنترنت من خلال اليو اس بي، راح ننطي اتصال، مو شرط لاكو إنترنت، بس راح ننطي اتصال من الموبايل يعطي اي بي، المايكروتيك راح يأخذ الاي بي فراح يشتغل. حتى نطبق هاي الفكره ايش نحتاج؟ نحتاج يكون الموبايل متصل واي فاي باي شيء، مو شرط من موبايل ثاني ممكن تبث له واي فاي. هسه راح اقول لكم ليش. خلينا نروح على الميرورينج حتى افهمكم السالفه شنو. شباب انا سباث له واي فاي من خلال موبايل الثاني، اكيد كل شخص عنده موبايلين اندرويد ايفون، تمام، بس احنا هنستخدم الاندرويد. زين، نحتاج الواي فاي مان هذا البرنامج. ليش قلت لكم احنا نحتاج واي فاي؟ لانه تطبيق الواي فاي مان ما يشتغل الا على الواي فاي، ما يسوي مثلا ديسكفري، فاحنا نريد نعرف الاي بي مال المايكروتيك اللي راح يشتغل عليه حتى نسوي عليه ديسكفري. اوكي، زين، هسه احنا بثينا للموبايل بالموبايل الثاني وربطنا يو اس بي، راح نروح على خيار اسمه بالاتصال وشبكات اللاسلكيه، الربط والاتصال، راح احط ربط عن طريق اليو اس بي مشاركه الانترنت. اوكي، المايكروتيك اوتوماتيكيا راح يشوف انه اكو مودم الربط به، وراح يضيف انترفيس جديده، تمام، وياخذ منها دي اتش سي بي. زين، نرجع للواي فاي مال مره ثانيه. سوي سيرش، طلع عندي اي بي جديد اذا تلاحظون 42.46. اوكي، لان هو الواي فاي دا ينطي 43 الحاسبه مالتي، هذا ال 42 هو المايكروتيك. راح ادخل عليه، اضغط بهالطريقه هاي، اضغط هنا، تمام، راح اقدر اوصل الجهاز المايكروتيك. اوكي، فتقدر مثلا هذا، وحتى تقدر توصل له من خلال تطبيق المايكروتيك، بس ما يطلع بالديسكفري لانه شو نقول صار عن طريق ناتو او فتشي، بس المهم تقدر توصل له بطريقه سهله من خلال الاندرويد. تمام شباب، هذا مختصر الفكره، أتمنى تستفادوا من عدها، وأعتذر عن الإطالة، تحياتي للجميع.